مرحبا بكم، كيف حالكم يا أصدقاء؟ ماذا رسمنا في المرة السابقة؟ نعم، كانت الصحراء، ويوجد حيوان جديد سيظهر اليوم أيضا، وعندي فضول شديد لمعرفته، لذا هل نستمع لقصتنا الآن؟ كان هناك بغبغاء في أرض عشبية واسعة، وكان البغبغاء مكسور الجناح، لذا لا يستطيع الطيران. الأرض العشبية جميلة ولكن حارة جدا، ولا يوجد فيها ماء للشرب. وقال البغبغاء: أحتاج لشرب الماء، ولكن لا أستطيع أن أجد مكانا فيه ماء حيث أني لا أستطيع الطيران. نعم، اليوم سنرسم بغبغاء. بينما نرسم الوجه، نرسم معه الجسم بشكل دائري هكذا. ثم نرسم المنقار أيضاً. وأولاً نرسم العينين هكذا. ثم نرسم الجناحين والذيل. ونرسم الريش هكذا. ثم نرسم القدمين. ونرسم هذا الطائر وهو في السماء. نرسم بأحجام وألوان مختلفة. ثم برسمنا هكذا كأن الطائر يجلس فوق السحاب. ونبدأ بتلوين الطائر أولاً. نلونه بشكل رائع بالعديد من الألوان. Thank you.
نلون السحاب بألوان الشمع. ثم نلون الخلفية بالألوان المائية. أولاً نجهز الألوان المائية. نبلل الفرشاة بالماء ثم نذيب اللون السماوي ونلون به. ولكي نلون سماء ناعمة سأغمسها في الماء كثيراً. ثم سأخلط معها اللون الأزرق الغامق الذي بجوارها. قبل قليل كانت ألوان الشمع البيضاء غير مرئية، ولكن بعد التلوين بالألوان المائية أصبحت واضحة. نعم، هكذا اكتمل كل شيء. كيف كانت محاضرة اليوم؟ رسمنا اليوم بغبغاء. في الأصل الطيور يجب أن تطير، ولكنه من المحزن ألا يتمكن من الطيران. يا أعزائي، حاولوا رسم الطائر بشكل رائع وقولوا هكذا.
من المحزن ألا تتمكن من الطيران أيها طائر، ولكني سأرسمك بشكل رائع وأريد، لذا لا تحزن وتشجع، سيكون الطائر سعيدا جدا حقا. وإلى اللقاء يا أعزائي.